تسارعت الأحداث في لبنان، وبدأت العوامل الإقليمية والدولية تلعب دورا أساسيا في التطورات. وفي هذه الأثناء كانت الكتائب اللبنانية وحلفاؤها في اليمين قد بدأت بتلقي الدعم المباشر من إسرائيل. اقتادنا الطراد الإسرائيلي إلى الناقورة، ومن الناقورة اقتادنا طراد آخر إلى حيفا، إلى أن وصلنا حيفا في 5 بعد الظهر ليستقبلني هناك ضابط في المخابرات الإسرائيلية، شخص من بعد الاتصال الذي تم ما بين الطراد وطبعا قيادتي، وهناك بدأت المباحثات. في ذات الليلة نظم اجتماع لي مع كان وزير الدفاع شيمون بيريز في ذلك الحين، مع شيمون بيريز والأركان الجيش الإسرائيلي. Absolutely not. بالتأكيد لا. As a rule. كانت القاعدة، وأود التشديد على ذلك، أن الاتصالات ليس بالضرورة على أعلى المستويات بين الموارنة ومبعوثيهم على المستويات المنخفضة مع دوائر الموساد وأحيانا وزارة الدفاع ووزارة الخارجية. هذه الاتصالات كانت دائمة، كانت ظاهرة دائمة مستمرة. وعندما تفتح سجلات وزارة الخارجية، لأنني لا أعتقد أن سجلات الموساد ستفتح، سيرى العالم بأسره حقيقة هذه الاتصالات. في هذه الفترة كانت الاتصالات تتم في باريس، وأول الاتصالات المتعلقة بالحرب الأهلية اللبنانية بدأت مباشرة بعد اندلاع الحرب في أبريل نيسان عام 75. تدريجيا ازدادت كثافة الاتصالات وارتفع مستوى ممثل الطرفين، إلى أن حصل في نهاية المطاف لقاء على زورق صواريخ إسرائيلي بين إسحاق رابين وكميل شمعون والشيخ بيل شمية. وكانت هذه العلاقة محط نقاش فلسطيني كتائبي في سفارة الكويت. في هذه الجلسة التي كان فيها جوزيف أبو خليل، وكان قد سبق له زيارة ونحن لا ندري طبعا، وكان الشيخ بشير، سئل الشيخ بيير من قبل السفير الكويتي عبد الحميد بعجان: هل صحيح يا شيخ بيير هذا الذي يقال بالشارع اللبناني والسياسي أن لكم اتصالات بإسرائيل وتتعاونوا مع إسرائيل؟ لأن هذا الأمر حقيقة يجب أن ينجلي، لأنه من شأنه أنه يوتر الأجواء. فانتفض الشيخ بيير كعادته، وكان قد طرح عليه هذا السؤال أكثر من مرة بالسابق، وفي بيت صائب إسلام مثلا مرة بالذات انتفض وقال أنه هذه تهم مرفوضة وهذا نوع من التشكيك، إحنا اللي قدمنا لفلسطين ما قدموا حدا مثلنا وكذا وكذا وكذا. يعني كان ثائرا بشكل يكاد يقنع الجميع بما فيهم أنا أنه فعلا هذه لا الأخبار لا 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 ترتقي إلى مستوى الحقيقة، وإنما مجرد شائعة. الذي حدث أنه في نهاية الجلسة ونحن خارجين ودعنا بعض على باب السفارة، وهم أخذوا سيارتهم واتجهوا إلى المنطقة الشرقية، ونحن نريد أن نستقل السيارة إلى مناطقنا. اقترب مني أبو حسن الله يرحمه وقال لي: بتعرف شو بقول للشيخ بيير الشيخ بشير؟ قلت له: ماذا قال؟ قال لي انه قال له: والله يا ابو حسن بلادكم حلوه كثير تستاهل. وسكت ابو حسن، شأن وشأن معظم رجال المخابرات يعني بيلقفوك الخبريه بالتقسيط، وانا صفنت. قلت له: هل هذا يعني انه زي ما فهمت؟ قال لي الرجل: ذهب إلى إسرائيل. وكان اليمين يحصل على السلاح أيضا من السلطات اللبنانية. كان الرئيس شمعون هو وزير الداخلية، فكان الرئيس شمعون يؤمن لنا العديد من الذخائر الموجودة في قوى الأمن الداخلي، ولسبب كنا نأخذ من قوى الأمن الداخلي الكثير من الذخائر
الأسلحة المتوسطة. وتدخلت واشنطن فأوفدت دين براون إلى بيروت، وبدأ من تصريحاته أنه كان يؤيد طروحات جنبلاط. احتدم الصراع وجاء موفد أمريكي دين براون، وعندما زار كمال جنبلاط في المختارة وخرج من الزيارة قال أن وجهات نظره متطابقة معه، وعندما أتى إلى الاجتماع مع الجبهة اللبنانية في قصر الزوق واجتمع مع الرئيس الفرنجي بحضور الشيخ بيير جميل والرئيس كميل شمعون والأباتي شربي القصيص ودكتور شارل مالك وأعضاء الجبهة اللبنانية، ولم أكن في الاجتماع لأنه كان مقتصرا عليهم وكنا ننتظر خارج الاجتماع، عند انتهائه كانت الملاحظة الأولى أنه لم يخرج أحد لمرافقته وتوديعه، وعندما دخلنا واستفسرنا كانت الانطباعات سيئة وانطباعات وكأن هناك مسعى أمريكي لحل الموضوع على حساب المسيحيين. تصريحات دين براون كانت جزء من خطة الشغل الأمريكية لتشجيع كمال جنبلاط على الصمود وعلى العناد من أجل تقريب الصدام أكثر، لهذا يسمح بزيادة دور العامل الإقليمي في الأزمة اللبنانية على حساب العامل الوطني، شبيهة بتصريحات جلاسبي للرئيس صدام حسين التي من خلالها مهدت لتوريطه في غزو الكويت. في العاشر من نيسان إبريل عدل مجلس النواب اللبناني دستور البلاد ليسمح بانتخاب الرئيس فورا. كانت هذه تسوية سورية تمكن الرئيس فرنجية من حفظ ماء الوجه بالبقاء حتى انتهاء ولايته، وفي نفس الوقت من انتخاب خلف له قبل الوقت المحدد للانتخابات. إلا أن الحركة الوطنية رفضت هذه التسوية وطالبت باستقالة فرنجية فورا، وقد بات الرئيس فعليا من أركان الجبهة اللبنانية اليمينية. كانت مسألة انتخاب الرئيس مشكلة بحد ذاتها، فقد عارضت سوريا أحد مرشحين للمنصب كان يحظى بتأييد جزء كبير من المسلمين. بما خص انتخاب رئيس الجمهورية فهنالك معارضة من قبل الرئيس حافظ الأسد بما خص ترشيحي. آسف من هذا التدخل بشؤوننا الداخلية. طبعا المجلس النيابي هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية، وأعتقد أنه النواب سيصبحون أحرار عندما يقترعون للمرشح أيا كان هذا المرشح. أما الأهم بنظري المؤامرة التي تبدأ أن تظهر جليا، المؤامرة الإسرائيلية، حيث سمعنا في الإذاعة الإسرائيلية إن إذا الجيش السوري تقدم أكثر ضمن الأراضي اللبنانية عندئذ إسرائيل ستضطر أن تحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني. كان التوافق السوري اللبناني اليميني على أشده، فاتفق الطرفان بسهولة على مرشح للرئاسة. أفضل ترجمة لإقامة تحالف ثابت يؤدي إلى خلق علاقة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية وبين الشعبين اللبناني والسوري هو نجاح بإيصال رئيس جمهورية باتفاق لبناني، يعني جبهة لبنانية وسوريا. اتهم كمال جنبلاط والحركة الوطنية اللبنانية سوريا بمحاولة فرض مرشحها رئيسا للبنان. كان المرشح إلياس سركيس حاكم مصر في لبنان. دعت الحركة الوطنية إلى تأجيل الانتخابات ولكنها تمت، وانتخب سركيس بمساعدة عرفات كما يقول البعض، وخرج إده خالي الوفاض. كان مرشح يعني ما الخط الثاني اللي حكينا عنه اللي هو قوامه إمكانية
ضبط العمل المقاوم وبناء الدولة بقوة ذاتية لبنانية دون تدخل خارجي، دون مساعدة عربية يعني، ودون مساعدة سورية. فطبعا خسرنا الانتخابات يعني، وبالنتيجة ما خضناها، بمعنى خضناها لأنه ريمو إدي بعد ما أبلغ دين براون أنه هنن مش معه، هنن مع اليسار كيس، بطل يترشح يعني، ما عاد ترشح للرئاسة الجمهورية، واعتمدنا يوم مبدأ وموقف المقاطعة للانتخابات ولتفشيل عدم تأمين النصاب، ولكن بالنهاية عاد فأمن النصاب وانتخب الرئيس سركيس. أمن النصاب طبعا بتعاون من ياسر عرفات، يبدو بحينه أنه يعني صار في تعاون بحينه من قبل ياسر عرفات مع أمن النصاب. طبعا ما في شك يعني، كان بتذكر يعني اللقاء اللي كان عرفات بعد، كان صار في اتصالات بينه وبين الإخوان السوريين قبل بنهارين أو ثلاثة من الانتخابات، وبنتيجة ذلك سهل عملية طبعا انعقاد الجلسة وتأمين النصاب. طرح هذا الوضع مسألة تناقض شخصيات عرفات وجنبلاط قطبي اليسار والفلسطينيين. كانت دائما هناك سوء تفاهم، دائما هناك سوء تفاهم من قضايا صغرى، مثل أنه كان يتولى أحيانا نقل السلاح الذي يأتي إلى الحركة الوطنية، أحيانا مشترى من أنصار كمال جنبلاط وأنصارنا، يدفعون ثمن السلاح، نشتريه من بلغاريا أو رومانيا ويجري نقله، ثم يتولى ياسر عرفات نقله من دمشق إلى آخره، فيتأخر في تسليمه، وأحيانا يسلم عتيقا. وفي نكتة شهيرة في هذا الصدد، كنا نطالب أكثر من مرة بتسليم السلاح، فسلم كمال جنبلاط، سلم عرفات كمال جنبلاط بعض الأسلحة، فاحتج كمال جنبلاط على كونها قديمة، فقال له دول السوفيات دائما بيسلمون سلاح قديم يا كمال بيه، والبلغار بيعطونا من مخازنهم. فقال له كمال جنبلاط: يا عمي صحيح بيسلمون سلاح قديم، بس مش مكتوب عليهم أبو الموت وأبو الجماجم وأبو الآخري. فضحك ياسر عرفات، يعني كانت نكتة. مرة استنكر ياسر عرفات كون مسؤوله عن التسليح إبراهيم لم يسلم المطلوب إلينا، فنرفز واتخذ الهاتف وطلب إبراهيم، وجاء إبراهيم إلى الاجتماع وبهدله، بهدل الهواء ومشاهر إلى السجن، إلى السجن، ما طلعش من السجن قبل ما تحل القصة دي. بعد يومين اتصل بنا كمال جنبلاط، أنا ومحسن إبراهيم، ذهبنا إليه، قال حرام هذا يعني، كفى في السجن، قولوا لعرفات أن يخرجهم. قلنا من يا أبو عم يا كمال بيك، عشينا نحو يا إبراهيم، ده السجن قدامك يا عمي، كيف بيكذب علينا بهذا الشكل؟ يعني أعطيك مثل عن طريقة العلاج. طبعا الخلاف الأساسي كان والكبير جدا والمؤلم جدا كان حول حرب الجبل. فتحت القوات المشتركة جبهة جديدة، فانتقل القتال إلى الجبل، وباتت مناطق الداخل المسيحي تخضع لتهديد حقيقي. كانت هذه نقطة استفهام بالنسبة لقرار جنبلاط بخوض حرب الجبل. باتت خدع أكثر من مرة، باتت خدع أكثر من مرة، لأنه كمان كمال جنبلاط كان عنده بالنهاية طيبة، أنه كان صادق، كان كتير صادق هو مع نفسه، لذلك كان يصدق يعني، كان صادق مع الآخرين، بعتد أنه خدع ما في شك، بعتد خدع يعني. وبعتد يعني تورط، ورطوه يعني، مش بعيد يكون اللي ورطوا ياسر عرفات بحرب الجبل، اي بعتد، أو بالعناد فيها أو الاستمرار فيها، أو بعتد أنه ورطوا فيها. لم يكن كمال جنبلاط يريد تطوير الحرب في جبل إلى تلك المرحلة، لم يكن يريد أن يزج بالجبل إلى الحرب مباشرة أكثر من كونه مجرد نقاط يعني عبور ومرور وإلى آخره. حيال حصار تل الزعتر
وحاجة الثورة الفلسطينية إلى فك الحصار عن تل الزعتر، رأت أن نقل المعركة إلى الجبل هو الصيغة الممكنة لفك الحصار عن تل الزعتر. كمال جنبلاط كان ينظر إلى القضية بشكل مختلف، كان يطرح معنا بدائل عبر الكارانتينا، عبر بيروت إلى آخره. كان ينظر أنه إذا ما تفجر الصراع في الجبل فسيصعب السيطرة عليه لبنانيا بعد ذلك. جبهة الجبل، وهو سؤال بالفعل لا أجد له ردا. وقلت ذات يوم إني أعجب لما تتعلق